تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. اولا انا سعيد ان انا يعني اطمئن على ان الغرفة جاهزة انها تدير اي ازمة، وطبعا اكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر ان هو يدير الازمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الازمة، لكن اللي انا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات، هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة ادارة ازمات الدولة اللي موجود في القدر الاستراتيجي ده. بالتالي يبقى احنا النهاردة والاول مرة عندنا اتقن ادارة ازمة على مستوى كل محافظة انت بتقول عليه حدث، وهو حدث او ازمة يعني. وبالتالي احنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي والربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، ما يعني نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة بتاع المرافق الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه تانية. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات يا فندم، وجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج في غرفه اداره ازمه متحركه. تمام يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربيه دي بترافقه اثناء تفقده لأزمة على الأرض ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي احنا عملناه ده، وسعيد بإن احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن احنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور. وأنا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة، فيما يخص أعمال المحافظة اللي بتقوم بها الأعمال اليومية. وأنا بعلن ده عليكم إن أنا إن شاء الله خلال شهر أو شهرين، بديكم شهرين أهو فرصة، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان أتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظة معدات مثلا 400 معدة 500 معدة انواع بين عربية وبين عربية كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات اخرى. الحاجات ديت انا بديكم شهرين عشان ما تظلمكمش. بعد شهرين انا هطلع لجنة تتفقد ده بدقة، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن ان هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا احنا بنقول الكلام دوت، انت عندك ادوات في المحافظة وعندك شركات في المحافظة، في كل محافظة حسب ظروفها هي قادرة انها تعمل التأمين الفني ده بالاضافة للعناصر الفنية اللي موجودة في كل محافظة. تاني، اذا كنتوا عايزين تديروا عملكم على الميدان بكفاءة عالية لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعة. عندي 100 معدة يبقى ال 100 معدة صحيحة. مش بس كده، انت عندك في قطاعك
محطات ميه، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، انا بكلم كل الساده المحافظين، وعندك في قطاعك كده. انت النهارده عندك في المديريه، مديريه الري، مديريه الزراعه، ومديريه الاسكان موجوده عندك في المحافظه. وبالتالي انا هطالب حضراتكم بان انتم في بعد الشهرين دول اطمن تماما على ان المحطات ديت ترمبطها اللي موجوده في المحطات فنيه جاهزه وبأعلى كفاءه ممكن. بمعنى انا عندي في قطاع او في نطاق محافظتي 20 محطه معالجه بتشتغل ب 50 طرمبه رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الاقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل الساده المحافظين اللي بيسمعوني مره ثانيه، انا سعيد جدا بالتجربه، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربيه في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهارده بالعربيه دي اشوف المحافظه، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربيه دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجه الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم من الجمعه، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هاديه نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليه. مره تانية انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. ميعادنا بعد شهرين، ميعادنا بعد شهرين. كل عناصرك الفنيه وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدوله عنه. شكرا جزيلا. سلام عليكم.